السلام عليكم. محمد امين، مدير في الدراجة الجمعيه الدواحي ديال الخاصه شتو كيتبها. حنا اليوم كنتواجدوا في واحد الحمله الانسانيه ديال الاحسان المنظمه من طرف جمعيه اهلي بتنسيق مع مجموعه من الفعاليات الجمعويه، وكذلك فيهم يعني مدرسه ديال الانامي المبدعه، وفيهم في الدراجة الجمعيه الدواحي ديال الخاصه السلطات المحليه، وكذلك مجموعه من الفعاليات الناشطه بمدينه بيقرة. هذه الحمله اللي هي ماشي الاولى، يعني حملات يعني متعدده اللي كتقدم لفائده الاشخاص في وضعيه الشارع بمدينه بيقرة، اللي دائما يعني كيقوموا فيها الناس ديال جمعيه اهلي والمتطوعين ديال جمعيه اهلي بتقديم مجموعه من الخدمات، اللي منها يعني النظافه وكذا تقيم الاظافر وتوزيع الملابس، وبالاضافه للحلاقه وكذلك المساعده الاجتماعيه. بالنسبة لهذه المبادرة يعني اللي شاركوا فيها يعني اللي استفدوا منها مجموعة من الأشخاص في وضعية الشارع بتنسيق مع السلطات المحلية. هذه المبادرة الهدف منها هو أولا أنه تحسيس والتوعية أنه راه كاين واحد الشريحة في المجتمع بحاجة إلى واحد العناية، ولا باش تتمتع بالحقوق ديالها وباش تتمتع من وتستفد من الحقوق ديالها والخدمات المتاحة، وكذلك فرصة من أجل أنه يعني تقدم لهم الخدمات الآنية، وكذلك أنه بالإضافة للمجال اللي كيهم للمجالات أخرى في مجال المساعدة الاجتماعية اللي فيها التوجيه والوساطة الاجتماعية وكذلك الدعم، سواء الدعم الاجتماعي أو النفسي. معكم يوسف قافيت، مدير مركز الأنامي المبدعة لتعليم الحلاقة والتجميل بيقرة. اليوم كما شفتوا كنتواجدوا في مركز ذوي الاحتياجات الخاصه بيقرة، درنا واحد المبادره اللي هي جيده لفائده ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كاينين في الشارع، الاشخاص المتخلى عنهم. ان شاء الله يكونوا بزاف ديال المبادرات من هنا لقدام. يعني اليوم شديناهم، حسنا لهم، دوشنا لهم، ولبسناهم حوايج جداد باش انهم حتى هما يحسوا بالفرحه ديال العيد ديال رمضان. تنحيكم على تنحيو الاعلام ديال بيقرة على الاهتمام ديالهم بهذا العمل الجمعوي، وخصوصا فيما يخص العمل الاجتماعي. اذا جمعيه اهلي هذا اليوم دارت هذه المبادره ديال إحسان، هي مبادرة إحسان تتعتني بالمشردين والأشخاص اللي في حالة وفي وضعية صعبة، وجمعية أهلي دارت البرنامجات المحلية اللي وجدت لنا المسائل اللوجستيكية اللي خدامين بها، والمحسنين اللي ساهموا في إطار هذه الحملة بالملابس ديالهم وبالأموال ديالهم في هذا الإطار. وكذلك تنشكروا المتطوعين، خصوصا المتطوعين ديال الجمعيه والمتطوعين ديال حي توما بالخصوص، وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.